روى الإمام الذهبي في كتاب الكبائر قصة عجيبة، قال عن أحدهم أنه رأى رجلا يسير في الطرقات مقطوع اليد من أعلى الكتف، كل يده مقطوعة، وهو ينادي هذا الرجل ويقول: من رآني فلا يظلمن أحدا، من رآني فلا يظلمن أحدا، من رآني فلا يظلمن أحدا. يقول الرجل: فتقدمت إليه فقلت له: ما قصتك رحمك؟ ما قصتك؟ قال: كنت جبارا من الجبابرة وأعمل عند الظلمة من أعوان الظلمة، وفي يوم من الأيام يقول: وأنا أسير في الطريق مع هؤلاء الجنود الظلمة، إذ بي أرى صيادا لتوه قد اصطاد سمكة كبيرة، فأعجبتني هذه السمكة وأعجبني حجمها وعظم هذه السمكة، فقلت له: أعطني السمكة. فقال هذا الصياد الفقير: والله لا أعطيك، إني أبيعها قوتا لعيالي، فلا أملك إلا هذه السمكة، هذا رزقه. يقول: فأخذتها منه بالقوة وسلبته هذه السمكة ودفعته وركلته. يقول: وأنا أمشي في الطريق وفي يدي هذه السمكة، وإذ بها تفتح فاها بقدرة الله وتعض على إبهامه. يقول: فراودني وأتاني من الألم ما لا يعلمه إلا الله، ألم عظيم شديد، وبدأ هذا الألم يشتد ويزيد، فشكوت الأطباء فقالوا لي: هذه بداية الآكلة، وإن لم تقطع هذا الإبهام فسيسري إلى كفك وستقطع الكف كله، فلتقطع الإبهام سريعا قبل أن يسري هذا المرض إلى الكف. يقول: فقطعته، فما هي إلا أيام حتى راودني الألم في كفي، فشكوت الطبيب فقال: لقد سرى إلى كفك، وإن لم تقطع الكف فسيسري إلى بقية يدك. فقطعت الكف، ثم ما هي إلا أيام حتى سرى إلى الساعد، فشكوت الطبيب قال: إنه سرى إلى الساعد، وإن لم تقطع الساعد فسيسري إلى اليد بأكملها. فقطعت اليد من الساعد، ثم إنه سرى إلى العضد إلى أعلى الكتف، فشكوت الطبيب فقال: لتقطع اليد من أعلى الكتف، وإلا سرى إلى جسدك كله، فقتلك هذا الداء. فقطعتها. فقال لي أحدهم: ما قصتك وما خبرك؟ هل فعلت شيئا؟ سيموت هذا الرجل، كل يوم يقطع شيء من جسده. قال: لقد أخذت هذه السمكة من هذا الفقير، وما كان من هذه السمكة إلا أن عضت على إبهامه. قال: فابحث عن هذا الرجل فتحلل منه، فوالله لو أنك تحللت منذ أخذت السمكة لم يقطع من جسدك عضوا واحدا حتى الإبهام. يقول: فبدأت أهيم على وجهي أبحث عن هذا الرجل في الطرقات وفي كل مكان حتى رأيته، فانكببت بين قدميه أبكي وأنا أقول: سألتك بالله يا سيدي، سألتك بالله يا سيدي، إلا عفوت عني وأبحتني وحللتني. فقال الصياد: ومن أنت؟ قال: أتذكر أنا صاحب السمكة الذي أخذتها منك منذ زمن بعيد. يقول: فبكى الصياد لما رأى من حالي، وقال: والله قد أبحتك وحللتك لما رأيت من البلاء الذي حل به، حل به من البلاء ما لا يعلمه إلا الله، لقد أبحتك لما رأيت من البلاء الذي حل بك، وبكى. فقال هذا الرجل: سألتك بالله. يقول للصياد: سألتك بالله، هل قلت في شيء لما أخذت منك السمكة؟ واسمع، واسمع يا من ضاقت عليك السبل وتكالبت عليك الهموم والغموم، إنه الدعاء، ولا مفرج إلا فارج الكربات. قال: هل قلت في شيء؟ قال: قلت. قال: نعم قلت فيك،
اللهم يا رب إنك أريتني قوة هذا في ضعفي فأرني قوتك فيه. اللهم إنك أريتني قوة هذا الظالم في ضعفي فأرني قوتك فيه. فحدث ما حدث لهذا الجبار، قال فوالله لا أعود إلى الظلم ولا إلى الظلمة. فكان ينادي في الأسواق والطرقات، من رآني فلا يظلمن أحدا، من رآني فلا يظلمن أحدا، إنه الجبار.